ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو هيعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو، اشتراك كمان في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي هعملها ان شاء الله. الفيديو النهارده ريفيو عن منظف الجسم والشعر من كيو في بيبي. انا بنتي كانت عندها من فتره حساسيه، وكانت الحساسيه دي ادت لحبوب في جسمها، والحبوب طبعا لما تاخد من هنا من ايديها دي لايديها دي فبتنتقل، فكنت محتاجه حاجه طبيه، فكنت عايزه اجيب لها صابونه طبيه. بس صراحه الطبيب بتاعها رشح لي الكيو في بيبي ده، قال لي ده كويس جدا لان ده ما فيهوش ولا عطور ولا روائح، وكمان تقدري تستخدميه للجسم والشعر يعني الاثنين، مش هتجيبي حاجه لده وحاجه لده. وقال لي مناسب لعمر الاطفال من عمر يوم لحد يعني عمر 6 سنين 7 سنين، عادي لاي اطفال. انا عن نفسي كمان والله انا كمان اوقات بستخدمه، حلو جدا بصراحه. لما بدات استخدمه للبنت فعلا البشره بتاعتها بدات مع الوقت تهدى، فبصراحه هو ممتاز جدا. هي العبوه بتاعته 250 ملي، وهو صناعه استرالي، وممكن يكون غالي شويه لان العبوه صغيره مش كبيره. انا كنت جايباه كان ب 60 او حاجه و60 ريال، بس بصراحه والله هو حلو جدا وممتاز جدا. فلاي ام عندها طفلها عنده مشكله في بشرته وحبوب، او عنده حساسيه، او عايزه حتى تستخدم حاجه تكون طبيه، انصحها ان هي تجرب كيو في بيبي، هيعجبها جدا جدا. وبس